رد رئيس الحكومة على انتقادات المعارضة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة كان فيما يزيد عن ساعة ونصف من الزمن. رئيس الحكومة وصف خلالها المعارضة بالمعارضة الفاشلة التي تنتقد من أجل الانتقاد فقط وبالاستناد إلى معطيات غير دقيقة ومغلوطة. وأضاف رئيس الحكومة أن المعارضة فشلت في تقييم العمل الحكومي. من جهة أخرى، لم يتوانى رئيس الحكومة خلال الجلسة في التذكير بالإنجازات التي حققتها حكومته قائلا بأنها تمثل أغلبية حقيقية استجابت لمطالب المواطنين. هذه الاختلالات خصنا نزيد ونجتهدوا، لا الحرية الصحافة ما سدينا ولا صحيفة واحدة ولا حقوق الإنسان ولا غيرها من القضايا التي تطار وتطار وتطار. ما كندعيوش ان المغرب هو سويسرا، اسمح لي نكون معكم واضح، ولكن الحمد لله المغرب ماشي هو حتى المغرب ديال هذه 20 عام. المغرب اليوم دولة توشك ان تدخل عالم الدول المتقدمة، ولكن احنا في المراحل ديال الانطلاقة، والانطلاقة دائما كتكون صعيبة. وسولوا وزير المالية فقال لي هذه العبارات هذه فيما يخص الوضعية المالية ديال المغرب، نحن في مرحلة مفصلية إن شاء الله رحمه بعد منا غادي ننطلقوا في الاتجاه الإيجابي أحسن بكثير. جلسة ذكر خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالقرارات التي وصفها بالشجاعة المتخذة في عهد حكومته، مصححا على حد قوله المعطيات المغلوطة التي استندت إليها المعارضة في انتقاداتها من قبيل تراجع حجم الاستثمارات التي شدد رئيس الحكومة على ارتفاعها غير المسبوق ب 186 مليار درهم سنة 2014، لينتقل للحديث عن التوظيف الذي شمل 54 ألف باحث عن الشغل مع إلزامية إجراء مباريات لنيل المناصب. سيلاحظ الرأي العام أنه رغم ضيق الوقت اللي كنا في 30 دقيقة، سيد رئيس الحكومة فحمه الفريق الاشتراكي بمعطيات دقيقة وبأرقام دقيقة، لم نتلقى عليها جوابا، ولذلك تنعتبر خارج الكلام الفضفاض والقذف كذا، لم نتلقى جوابا عما عرضناه عليه. رئيس الحكومة شدد على مواصلة الحكومة لعملها على نفس المنوال خلال الجزء الثاني من ولايتها وإتمام برنامجها الحكومي خلال السنتين ونصف المتبقية من عمر هذه الحكومة.